هذا ريكورد. طيب اوكي، فاللي كنا عم نقوله انه السورس اوف الكتروموتيف فورس هي ديفايس ذات سبلايز الكتريكال انرجي او جنريتس الكتريكال انرجي، وهودي بنسميهم جنريترز. هلا في عندي اكزامبلز دراي سيلز او الباتريز. طبعا الباتري هي كومبينيشن اوف تو اور مور سيلز، بتكون اكثر من دراي سيل البطاريه. اما الدراي سيل هي عباره عن دراي سيل يعني بهذا الشكل. اما سيمبل للباتري هو عباره عن كومبينيشن اوف تو اور مور سيلز كونكتد ان سيريز. بس انا اللي بيهمني البوزيتيف هون الاول والنيجاتيف اخر شيء. اوكي طيب، في عندي انذر اكزامبل هو الباور سبلاي، بنستعمله هذا بالمختبرات. هذا بياخذ منه كهرباء للاكسبيرمنتس. وفي عند الالكتريكال جنريتر، طبعا هو مولدات الكهرباء تبعون الاشتراكات وهالقصص، هيدي كمان هذا بيولد كهرباء. اوكي هلا هودي الاشياء مش مطلوبه للحفظ، بس هيك معلومات عامه. طيب هلا اللي بيهمني هون تاني فكره بالدرس، بدي اطلع الفولتج كرنت ريليشن اوف ايت جنريتر. فهلا انا درسي بدي بلش بالجنريتر، وبدي طلع علاقه بين اليو والاي طبعا للجنريتر. اوكي هلا بالدرس اللي قبله نحن طلعنا الفولتج كرنت ريليشن اوف اي ريزيستور، شو طلعت معي؟ اذا انه اليو ايكوال ار اي. ايه مش طلع معي انه اليو ايكوال ار اي، هذه علاقة بين اليو والآي، بس طبعا هذه لمين؟ للريزستور. هلا كيف طلعت معي هذه الريليشن؟ إذا بتتذكروا شو عملت حتى طلع معي هالريليشن؟ انه كان عندنا جراف وعملنا حطينا الايكويشن ايه، بس أول شيء شو عملت؟ y equal ax، وطلعنا السلوب وعملنا comparison تطلع هي r. 100% أول شيء عملت experiment، مزبوط. ومن الاكسبيرمنت شو أخذت؟ أخذت readings وعملت هذا التيبل، قست الفولتج اللي على الريزستور وقست الكرنت اللي مارق بالريزستور، وطلعوا معي كذا فاليو. ومن التيبل شو رجعت عملت؟ رسمت اليو as a function of i، وشو طلع معي الكيرف؟ بيطلع straight line. Straight line passing through the origin. Through the origin. Of positive slope. يعني مثلا نقول increasing straight line passing through the origin of positive slope. ومن هون قدرت اعرف انه اليو بيساوي ار اي. اوكي؟ هون نفس الشيء للجنريتر بدي اسوي. بالهون بالجنريتر نفس الشيء بدي اعمل. اول شيء لاقدر اطلع علاقه بين اليو والاي للجنريتر، اوكي لازم اعمل شو؟ اكسبيرمنت. اول شيء لازم نعمل اكسبيرمنت. اوكي هلا الاكسبيرمنت بحاجه لماتيريالز. شو الماتيريالز اللي بدي اياها؟ بدي دراي سيل او باور سبلاي، مش مهم. محمد عندك شيء سؤال؟ بس بدي لك الماتيريال. اوكي فعندي الماتيريالز، عندي دي سي باور سبلاي او دراي سيل. على كل حال بناخذ نحن دراي سيل، حنستعمل بال او بطاريه. طيب هذا الدراي سيل شو هو؟ هذا جنريتر ولا ريسيفر؟ جنريتر. جنريتر ايوه. ما قلت لكم ريسيفر اساسا، ما قلت لكم الريسيفر شو بيختلف عن الجنريتر الريسيفر؟ الريسيفر هو اللي بيطلع الكهرباء. هو اللي بيعطي أيوة. الكهرباء. الريسيفر هو اللي بيستقبل كهرباء. ما هو من الاسم نعرف انه الريسيفر بياخذ الكتريك انرجي وبيحولها لشيء تاني. مثلا مثل اللمبه هي ريسيفر ولا جنريتر؟ ريسيفر. مثلا اللمبه بتستقبل الكتريك انرجي وبتحولها لشو؟ للايت زائد هيت انرجي كمان. طيب ماشي الحال.
اوكي، في عند الفولت ميتر كمان بدي استخدمه اكيد، اقيس الفولتج، الاميتر لاقيس الكرنت، وكونكتنج وايرز، والريوستات. تتذكروا الريوستات لشو بيستخدمه؟ لاقيس الريزيستنس، انا مش لاقيس، هو ريزيستور وذ فاريبل ريزيستنس. صحيح، هون الريوستات شغلته بس لغير، هي اكتبها بالعربي، لغير الريزيستنس اوف ذا سيركت. اجباري انا اغير الريزيستنس، لانه اذا ما قدرت اغير الريزيستنس للسيركت حيطلع معي كذا فاليو للفولتج وكذا فاليو للكرنت. يعني اذا لا. كان اذا لا. كان اذا كان الريزيستنس ثابت للسيركت، كم فاليو حيطلع معي؟ 1. حيطلع معي 1 فاليو، فاجباري هذا استخدمه، هذا اجباري استخدمه ليطلع معي كذا في، كذا يو، كذا اي. طيب بنروح للسيركت، بدي ابني هلا سيركت دائرة كهربائية. طبعا هيدي الرسمة بنسميها الدايجرام، شايفين هون؟ هذا هيدي الباتري اللي هي الجنريتر، وإذا بتلاحظوا الفولت ميتر وين حطوه؟ بارلل على الباتري. بارلل على الباتري دراسة، لأنه أنا بيهمني لاقي علاقة بين اليو الفولتج على البطارية والكرنت اللي طالع من البطارية. يعني بدي لاقي علاقة بين اليو للبطارية والكرنت اللي طالع من البطارية. طبعا الكرنت اللي طالع من البطارية هو من البوزيتيف ورايح لصوب النيجاتيف. ماشي. طيب الأميتر طبعا بينحط إن سيريس. طبعا هذا الأميتر شو عم بيقيس؟ الكرنت. عم يقيس الكرنت. خليني فوت عودي بس علي الصغير. طيب والفولت ميتر شو عم بيقيس؟ الفولتج. طبعا الفولتج على مين؟ على البطارية. في عندي هذا الريوستات دوره كتير مهم بالسيركت، لأنه إذا ما كان موجود حيطلع معي فاليو وحدة. أوكي طيب نشتغل على هذا السيركت، بنبلش ناخد نحنا شو values. هلا هود الفاليوز اللي بدي أخدهم هون موجودين بالتيبل، هن ماخدينا من real experiment. أوكي real experiment. أوكي فهي طلع معي كذا value لليو وكذا value للآي. شايفين هون شو ملاحظين؟ شو بتلاحظوا هون؟ كل ما زادت الكرنت الفولت شو عم يصير فيها هون؟ عم بيقل. ماشي الحال. طيب هلا من التيبل شو بدي اعمل؟ جراف. بدي ارسم جراف. فمروح بنرسم هذا الجراف. طبعا اليو اللي هي بالفولت دائما بتكون على الواي اكسس، والاي دائما بيكون على الاكس اكسس، هيدي دائما. وشايفين كيف طلع الجراف معي؟ كيف طلع الجراف هلا؟ كاركترستيك كيرف decreasing straight line. طلع معي decreasing straight line 100%. decreasing straight line passing through the origin. لا. ما في. طبعا هون حيطلع معي decreasing straight line of negative. طبعا نيجاتيف حيكون سلوب، لانه اذا بطلع السلوب لهذا الستريت لاين حيطلع بالنيجاتيف اجباري، لانه ديكريزنج ستريت لاين. اوكي طيب هذا شو بسميه؟ الكاركترستيك كيرف اوف اي ريزيستور ولا جنريتر؟ جنريتر. الجنريتر. فاذا في اكتب التايتل في اي كاركترستيك كيرف اوف اي جنريتر. شايفين؟ طيب هلا شو بعمل؟ استصار مظهرين 3 مرات من الانترنت. ايه ما مشكلة، شو بدك تعمل؟ ولا عم بعمل ريكوردينج انا. انا طيب من بعد ما ارسم هذا الكيرف شو بعمل هلا؟ بطلع الايكويشن. برافو عليك، بتطلع الايكويشن. طيب شو الايكويشن هون لهذا الستريت لاين؟ y equal ايوه a x plus b minus a x 100% 100%. لازم احط بلس بي هون. ليش لازم احط بلس بي؟
لانه ما مارق بالزيرو، لانه مش مارق بالاوريجن. لو مارق بالاوريجن مثل الريزيستور، حاله الريزيستور كنت بس واي ايكوال اي اكس. فينا نحط بدل الواي في وبدل الاكس اي اجباري فرق. اجباري هون. اوكي، فطبعا الواي هي في او اليو، الاي حتضل اي، الاكس هي شو؟ هي الاي، هي الاي بلس بي. اوكي، فحيطلع معي هذا الايكويشن او هذا الريليشن بين اليو والاي. طبعا الاي شو؟ والاي اذا بتتذكروا بالرياضيات شو بتمثل؟ الاي بتبلش بحرف الاس، سلوب. هي السلوب، هي السلوب للستريت لاين. طيب البي بتتذكروا بالرياضيات بالصف التاسع شو كنا نسميها؟ هي الواي اكس، واي انترسبت. ذكروها هذه؟ ما بعرف اذا مخدينا او ذكروها. فاذا الاي، اوكي الاي هو السلوب. طبعا نحن لنجيب السلوب شو لازم ناخذ نقطتين مثل العادي، اللي هي y2 minus y1 على x2 minus x1. مش مشكله بالقصه السلوب، كلنا بنعرف نجيبها. ناخذ اي نقطتين من التيبل وبنطلعها. لا بالنسبه للبي، كيف بنطلع البي؟ معنا اياهم كلهم، فمنعود محلهم ونطلع. اوكي، في طريقتين لطلع البي على كل حال. في طريقتين لطلعها، في اخذ مثلا نقطه، اي نقطه من النقاط الموجوده، بعوض محل الاكس محل اليو، معوض محل الاي، والستوب كون جبتها بيطلع معي شو؟ بيطلع معي البي. هذه طريقه. في طريقه ثانيه لاجيب البي، بس من وين؟ من الجراف. مش انا قلت البي هي واي انترسبت؟ يعني شو يعني واي انترسبت؟ هو محل ما بيلتقي الستريت لاين هذا اللي رسمته مع الواي اكسس. وين هذه النقطة اللي بيلتقي فيها مع الواي اكسس؟ هي هي هي، شايفينها؟ فإذا هذه النقطة هي هي البي. تقريبا هون تطلع 9.5، تقريبا 9.5 طبعا فولت. اوكي خلينا نكفي. طيب فإذا هون طلع مع الكيرف decreasing straight line not passing through the origin of negative slope. هلا هون مهم انه اقول not passing through the origin. طيب الايكويشن له حيكون على هذا الشكل، y equal ax plus b. مثل ما قلنا محل الواي حنحط u، ومحل الاكس حنحط i. طبعا الاي بتنزل والبي بتنزل، فحيطلع معي ال v equal ai plus b. الاي مثل ما اتفقنا هي السلوب. اوكي، لطلع السلوب شو لازم ناخذ؟ نقطتين. بنقي اي نقطتين من التيبل، مثلا هذه اول نقطه وهذه ثاني نقطه، وطبعا هذه الاي هي الاكس اكيد على الاكس اكسس، وهذه اليو على الواي اكسس. طبعا هي اكس 1 واي 1 اكس 2 واي 2. تطلع بالماينس اكيد، بتطلع بالماينس اجباري. طيب فاذا السلوب حافظين القاعده y2 minus y1 على x2 minus x1، بنعوضهم يا استاذ، وبيطلع معي السلوب minus 6.34. تمام لهلا؟ ايه اوكي، هيك طلعت السلوب، يعني minus 6.34 اوم. خلينا نشوف في حدا بده يفوت كان. لا طيب بنكفي. هلا بالنسبه للسلوب، بتتذكروا انتم مثلا بالريزيستور لما رسمت البي اي كاركترستيك كيرف للريزيستور، طلع معي هذا الشكل، وقلت اليو بيساوي اي اي. وقت الاي شو قلت هي بتمثل؟ هي الريزيستنس، هي الريزيستنس. اوكي هلا في شغله، الريزيستنس دائما حيكون بالبوزيتيف، ممكن يكون بالنيجاتيف الريزيستنس؟ لا لا. اوكي هذه اول نقطه لازم نعرفها، انه الريزيستنس دائما بيكون بالبوزيتيف. طيب لنروح للجنريتر، الفي اي كاركترستيك للجنريتر طلع معي السلوب بالناقص.
طيب هل في يقول انه هذا السلوب بيساوي الريزيستانس؟ لا لا، لانه تساوي الريزيستنس ما الماينس بيكون ار، نيجاتيف، لانه اصلا لانه بالنيجاتيف، فاذا هذه ما في يقولها. شو لازم اقول هون؟ لازم اقول انه الريزيستانس ماينس ار لازم يساوي ناقص السلوب. ليش ناقص السلوب؟ لانه ناقص والسلوب بالناقص بصير ناقص، وناقص بلس بصير زائد، وبالتالي الريزيستانس بصير بالزائد. 6.34. ايه هلا طبعا انا مش حسميها كابيتال ار، انا لا حسميها سمول ار حتى ما اخلط بين الريزيستانس للريزيستور والريزيستانس للجنريتور. اوكي هلا باي لحظه ممكن يخلص الوقت استاذ؟ انا اعتبر